ولدت ونشأت في القطيف حيث تقطن أغلبية الشيعة في المملكة السعودية. قبل عدة سنوات طلب مني صديق سني أن أؤكد هويته في المحكمة. قال حاجب المحكمة إنني لا أصلح شاهداً لأنني شيعي. قال إنني غير مسلم. وقعت عدة أحداث مماثلة. ذات يوم كنت أستقل حافلة مع عدد من الشيعة عائدين إلى القطيف عندما تعرضنا لهجوم. بدأ الناس في قذفنا بالحجارة في محطة وقود في أحد معاقل السنة الوهابيين. ثم في 2011 شهدت المملكة السعودية كذلك انتفاضة لم يعرف بها إلا قلة من الناس حول العالم. كان هناك تعتيم إعلامي. شعرت بضرورة مشاركة تلك القصص بصورة أوسع، فأنشأت صفحة على تويتر مع عدد من الناشطين الذين يشاركونني الرأي. نجح مكتب التحقيقات السعودي في التعرف على هوية بعض الأعضاء، اعتقلوهم وسلطوا عليهم عقوبات ثقيلة. بلدي ليس وطناً للجميع.